السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. كنت نشرت كتير من الفيديوهات على القناة بستخدم فيها أقلام فلوماستر، خصوصا بعد الفيديو الأخير اللي هتلاقوه رقم 3 بعد الفيديو ده. وصلتني بعدها صراحة رسائل كتيرة جدا بتسألني عن نوع القلم ده، فأنا حبيت أتكلم بالتفصيل عن القلم ده. ده اللوجو، حصان أسود وحصان أبيض، واسمه ماري، تمام؟ هتلاقوا كده مكتوب هنا بينتينج، وهنا اهو شانغهاي ماري بينتينج ماتيريالز، تمام؟ هتلاقوا هنا في علامة هنا شطفة بي، وعلامة هنا اف، وده يعرفكم انه القلم ده فيه سنين، سن من الجنب ده اللي هو السن المشطوف اللي بنقدر نكتب بيه خط عربي، وعلى الجانب التاني السن ده، وده سن دائري نقدر نستخدمه بقى في أي استخدامات، نعمل بيه حلايا، نعمل بيه خطوط، كيرفات، نعمل بيه ترتيش، حاجات كتيرة جدا. من الحاجات الحلوة في القلم إنه مش دائري، لو دققته في القلم مش دائري، القلم عبارة عن مثلث بحواف دائرية. يعني شوفوا أهو من هنا كده يبان شكل الشيب بتاع القلم، وده بيخلي مسكته في الايد حلوة، يعني قريب شوية من مسكة الابل بنسل. الجزء ده بتاع السنسور المبطط ده في الابل بنسل بيخلي مسكته حلوة، فالقلم ده مسكته برضو حلوة، مقاربة لمسكة الابل بنسل. طيب القلم ده كده بسنين صح؟ لا صح، القلم ده بثلاث سنون. تعالوا نشوف، ده اول سن، شايفين ده أول سن اللي هو السن العريض. تعالوا مثلا نكتب بيه، مثلا، والسن التاني ده الرفيع. فين السن التالت؟ السن التالت هو الجنب ده، الجنب ده هو عبارة عن قطة برضو نقدر نكتب بيها سمك أقل من السمك ده. فمثلا شوفوا لو مسكنا كده بالجنب كده وحبينا نعمل حرف السين التشكيل البسيط ده، حبينا مثلا نعمل شدة، حبينا نعمل أوفر، حبينا نعمل تشكيلة زي دي، حبينا نعمل أي حاجة نقدر نعملها بالايه؟ نقدر نعملها بالجزء الرفيع ده، فهو حلو في التشكيلات وفي الحلايا والحاجات اللي هي ايه محتاجه سمك اقل. الجانب التالت ده حلو نقدر نعمل بيه ترتيش مثلا، ف النهايه زي دي كده احنا ممكن ايه نرتشها. نقدر نعمل بيه سمكات لبعض الأجزاء، نظبط بيه بعض الأجزاء، مفيش أي مشكلة خالص. أنا هنا طبعا بشتغل على ورق عادي، ممكن لو اشتغلتوا بيه على ورق كوشي هتاخدوا نتائج أحسن وحدود أقوى. ف برضو الجزء ده نقدر نعمل بيه الفلوريشز والتشكيلات، الأجزاء الزخرفية البسيطة. تمام، فاحنا كده معانا زي ما قلت لكم 3 سنون. طيب القلم ده ايه افضل نتيجة اخدها منه؟ افضل نتيجة هتاخدها منه انك تشتغل بيه على ورق الكوشيه اللامع، اللي هو الورق ده، شايفين اللمعة اللي في الورق؟ ورق الكوشيه اللامع ده القلم بيكتب عليه بانسيابية ونعومة كبيرة جدا. لو كتبنا نفس الكلمة اللي احنا كتبناها هنا طبعا الإحساس هيحسه اللي بيشتغل، الإنسيابية عالية، إنسيابية عالية جدا، وحواف أفضل. يعني لو قارنا الحواف ما بين هنا وهنا،
شوفوا هتلاقوا لو قربنا كده، شوفوا الحرف على الورق العادي، ورق الطباعة العادي بالذات تبان في الأجزاء اللي زي دي وكده، وشوفنا الحواف هنا هنلاقيها أحلى، وانسيابية القلم أفضل بكتير. طيب الحاجة التانية إنه ورق الكوشيه اللامع ما بيمتصش حبر القلم، شوفوا ظهر الورقة بتاعت الكوشيه اللامع ما بتمتصش، يا دوب يعني إيه اللي ظاهر ده ظاهر بسبب الضوء ليس إلا، إنما مش مفيش أثر للحبر، بخلاف ورق الطباعة واضح جدا أثر الظهر ده، وده معناه إنه مسمى ورق الطباعة بتخلي الحبر ينفذ في الورق. يعني شوفوا مثلا دي الورقة اللي كانت تحت ورقة الطباعة الحبر نفذ ليها ووصل ليها، في حين إنه ورقة الكوشيه اللي كانت تحت الورقة دي الحبر ما وصلهاش. تعالوا نجرب كده، مفيش أي حاجة. وده بيترجم لإيه؟ ده بيترجم لأولا كتابة أنعم وأفضل وأسلس، وحركة إيد أخف على ورق الكوشيه، وعمر افتراضي للقلم أطول لأنه الحبر ما بينفش، فأقل كمية من حبر القلم هتشغلك فترة كبيرة على الورق الكوشيه، بخلاف لو اشتغلت على ورق الطباعة القلم مش هيعمر معاك إطلاقا، القلم فعليا هيخلص معاك بسرعة شديدة جدا. بالإضافة لأنه حتى لو بصيتوا كده للفرق، مش عارف باين في الكاميرا ولا لأ، الفرق حتى في اللون، يعني هنا اللون تحس إنه عارف هنا كأنه ار جي بي وهنا سي ام واي كي، الناس اللي تعرف الطباعة اللون الار جي بي بيبقى فاقع وناطق كده ومشبع، السي ام واي كي هنا تحس اللون مطفي ومغمق زيادة، يعني مغمق زيادة عن اللازم. حاجة برضو عايزك تاخد بالك منها انه الاحتكاك الناتج عن ورق الطباعة او الورق المسمي العادي مع سن القلم مش بينتج عنه عمر افتراضي اقل للحبر بس، لا ده بينتج كمان عنه عمر افتراضي اقل لسن القلم نفسه، لانه الاحتكاك احتكاك سن القلم مع الورق ده مع الوقت هيخرب سن القلم، وهتلقى انه القطة دي باظت، وصعب جدا ان انت تعيد قط القلم ده، الاقلام دي بتبقى مقطوطة بماكينات والتدخل اليدوي فيها في الغالب هيبوظها، في حين انك لما بتستخدمه مع الكوشيه اللامع السن ده بيفضل محتفظ بشكله بشكل كويس جدا، وخصوصا لو انت مش من النوعية اللي بتضغط على القلم جامد، فبرضه ما تضغطش على القلم جامد لانه السن ده من ماده يعني مش ماده قويه للدرجه اللي هي تتحمل ضغط شديد، فانت على الورق الكوشيه بصراحه كسبان كل حاجه، وهتخسر شويه حته الملمس الخشن دي، لكن انت على ورق الطباعه بتخسر كل حاجه وبتكسب الملمس الخشن، دي معادله طبعا انت اللي تحددها. طيب سعر القلم ده ايه؟ القلم ده سعره تقريبا $1. هل لازم القلم ده تحديدا؟ لا مش لازم، يعني القلم ده للي حابب يدور عليه هو نفسه كده ممكن ياخد سكرين شوت ويبحث بالمعلومات دي، او لو بيتعامل مع مكتبة او حاجة يبعت لهم صورة القلم او يوريهم صورة القلم، او انك تجيب قلم بنفس المواصفات، يعني مش شرط القلم ده تحديدا. طيب هل ممكن ننتج بالقلم ده اعمال فنية كاملة؟ يعني ممكن نصمم بيه مخطوطة كاملة باي خط من الخطوط، او نصمم بيه شعار بالخط العربي؟ ممكن، انا شخصيا عملت اعمال كتيرة جدا باستخدام النوعيات دي من الاقلام، مفيش اي مشكلة خالص، وفي أوقات كتيرة جدا مهما كان عندك من أدوات ديجيتال زي الآيباد والشاشات الويكوم والكلام ده، أوقات كتيرة بيبقى في أعمال لازم لها أدوات كلاسيكية، وأحيانا كمان كتيرة أنت بتروح للأدوات الكلاسيكية لأنه أنت عطشان، إيدك عطشانة لأنها تحس الإحساس الطبيعي ده، لأنه الشغل الديجيتال رغم أنه جميل وبيسهل الشغل وكل حاجة، لكن في جانب روحاني في الأدوات الكلاسيكية أنت بتفتقده لو ركزت مع الشغل الديجيتال، وأنا شخصيا أحب أنه الخطاط يكون يعرف يشتغل بالطريقتين، طريقة الكلاسيكية والأدوات الكلاسيكية، أقلام البوص، الأقلام الفلوماستر، أقلام الرصاص،
الحاجات دي والطريقة الديجيتال بالآيباد والويكوم والإليستريتور والبروكريت والكلام ده. فآه ينفع ننتج بيه أعمال كاملة، بس طبعا الأعمال دي لازم هتعدي على إليستريتور، ده شيء لابد منه ومفروغ منه، يعني ما ينفعش عمل اتعمل بالأدوات الكلاسيكية ما يعديش على الإليستريتور، مستحيل. لازم العمل علشان يخرج للنور لازم يعدي على الإليستريتور ويتم معالجته، وعمل بقى الريتاتشز والفينش على الإليستريتور علشان تاخد عمل بجودة عالية جدا وعمل احترافي يصلح للاستخدام. بس كده، ده كان كل شيء، وأتمنى أن يكون الفيديو مفيد. لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك، لأنه ده بيدعم الفيديو جدا وبيدعم القناة. ولو أنت أول مرة تتابعني فاعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس الكل علشان يوصلك تنبيه بكل محتوى جديد بنضيفه على القناة. تحياتي لكم جميعا، وكان معكم محمد أبو الليل، مع السلامة.